نشكر السيد الوالد على عمله الدؤوب ودعمه الكامل للوزارة في تطبيق السياسة التي تنهجها الحكومة في مجال الجهد والماء، وكذلك في تطوير هذه الجهة التي هي عزيزة علينا. من الضروري كذلك أن نقول بأن هذا اللقاء في الواقع فهو يأتي في ظروف خاصة. أولا كما نعلم جميعا فهنالك عناية خاصة للجهات الملكية لهذه الجهة، وخير دليل على ذلك وهو خطاب الفكرة الغربية للمسألة الخضراء لستر في جهة الملك أهمية قصوى بالنسبة للنهوض بهذه الجهة، وخصوصا بالنسبة للبنية التحتية للجهة، وفي الصوت كذلك من أجل ربط الشمال والجنوب وعلى العمل على كذلك تطويري وتنميتي هذه الجهة. نشكركم على المحاولة الكبيرة للوزارة حققتها باش نقوموا مع هذه المشاريع والجهود في الأجهزة التي ولبذ النفقادير هنا، أن واحد يسيب النفقادير ديال الصيف هو صعيب، كنا نخدمو غير من غير الصيف، كان تبارك الله عندنا الطاقم المستوى الجهوي والإقليمي وعلى المستوى السيدة اللي مكلفة مباشرة بالمشاريع، الطاقم كله كان كيخدم تناغم. الحمد لله راه النتيجه راه كاينه ومازال كنتسناو المزيد فيما يخص الكماله وتاع تبارك الله عليكم التوفيق والسداد. سيدات والساده حضور كل باسمه وصفته ومن موقعه، جد سعيد الحضور ديالكم السيد معالي الوزير تنصيب السيد المدير الجهوي، وهذا يعني شرف كبير لنا كمسؤولين ورساله كذلك مفادها لمكانه هذه الجهه عندكم السيد معالي الوزير. فكما ذكرتم فهي جهه مركزيه كما جاء في خطاب سيدنا الله ينصرو خلال الذكرى 44 للمسيره الخضراء، والعطف ديال سيدنا على مدينه اكادير بهذا البرنامج ديال التنميه الحضريه اللي كنشرفوا على جوج ديال المشاريع مهيكله لحل مشكل التنقل. الحمد لله الامور يعني في الطريق ديالها بفضل يعني التوجيهات ديالكم السيد معالي الوزير، وكذلك بفضل الاشراف والتتبع والحضور الميداني ديال السيد الوالي اللي بهذه المناسبه كنشكروا على القياده ديالو. هذه فرصه كذلك باش نشكر جميع الموظفين لا ديال المديريات الاقليميه التابعه للجهه ولا المديريه الجهويه، كذلك الشكر لجميع الشركاء ديالنا من منتخبين سلطات ولائيه محليه سلطات قضائيه المصالح الاعلام ومركزها، كذلك الاخوه ديال الرجال ونساء ديال الاعلام اللي صراحه الاعلام كاين في مستوى وكيواكبنا، فلهم مني كل التحيه والتقدير، وكنتمنى للسيد المدير الجهوي يعني كامل التوفيق في هذه الجهه. السيد البرلمانيين، السيد المدير العام، السيدات والساده الوزراء، الساده الحضور باسمه وصفته، أشكركم السيد الوزير على الثقة اللي وضعته فينا، وتأكد لكم السيد الوزير السيد الوالي أننا إن شاء الله غادي نعملوا كل جهد لتنزيل جميع الأهداف المسطرة والعمل حتى مواكبة والتأطير ديال السيد الوالي هذاك ديالكم من أجل إعطاء هذه الجهة ما تستحقه من عناية. وكذلك لنا اليقين ان شاء الله اننا نشوف العمل اي ولا على الصعيد الميناء ديال اكادير، وعلى الصعيد كذلك السدود، وعندنا السد التمرين ان شاء الله انطلق كذلك، واللي فيه واحد السعه ديال 200 مليون متر مكعب. الهدف الاساسي من هذا الامر وهو ان نعمل في اطار تشاركي مع الجهه ومع المنتخبين ومع بالطبع السلطات المحليه، لكي اولا ان يكون هنالك تنسيق اكبر ونجاعة اكبر في سياسه الجهات التحتيه. وهذا كما تعلمون عندنا مخططات على المدى الطويل، مخطط الطرق، مخطط الموانئ الى اخره، وينبغي ان يكون هذا المخطط مطابق كذلك لاولويات الجهه والمنتخبين في الجهه.
النقطة الثانية وهو أن نعمل كذلك على تقوية النسيج الاقتصادي والنتيج المقاولة المحلي لكي يستفيد كذلك من هذه الصفقات وأن يعمل على إنجاز هذه المشاريع. والنقطة الثالثة وهو أن نعمل كذلك على تطوير اللامركزية، وفي هذا الإطار فنحن أعطينا اختصاصات جديدة للمدراء الجهويين يقوموا بالتنسيق في هذا المجال لكي نقرب سلطة القرار من الجهة. وأخيرا العمل كذلك على تحسين وتطوير القابلية الاجتماعية للمشاريع التي نقوم بها، وهذا يتطلب بالطبع التواصل مع المواطنات والمواطنين، يتطلب من بالطبع قبول كذلك والاستماع إلى تطلعاتهم، والعمل كذلك على التواصل المستمر، ولكن أكثر من ذلك على حل الإشكاليات المطروحة في إطار من التصور الهادف إلى العمل على تحقيق الأهداف المسطرة من طرف الحكومة، ألا وهو إعطاء نفس جديد لهذه الجهة والعمل على تقوية الازدهار والنمو الاقتصادي في الجهة، ومن جهة أخرى تقليص الفوارق المجالية، ومن خلال كذلك العمل على تقليص الفوارق داخل الجهة وتقليص الفوارق الاجتماعية. شكرا. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.